End of the life bug! I'm gonna enjoy next! السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ معاكم يوسف رزق، واليوم حنتكلم عن لعبة Final Fantasy 7. بس قبل ما أبدأ أباكم تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد من عالم بلاي ستيشن. في سنة 1997 طورت من قبل استوديو سكوير سوفت واللي الآن يعرف ب سكوير إينكس. من السهل إني أقول إن اللعبة قطعت شوط طويل مرة وطورت في البداية على البلاي ستيشن 1، والآن صارت متوفر على البلاي ستيشن 4 والفور برو، وقليل تحصل حاليا سلاسل العاب استمرت تطلق العابها على كل جهاز بلاي ستيشن لحد الان. نسخة اللعبة الاصلية في عام 1997 كانت في الواقع الجزء الاول في السلسلة اللي استخدموا فيها نماذج ثلاثية الابعاد للشخصيات، وتخلوا جزئيا عن الرسومات الثنائية الابعاد. طب ليش قلت جزئيا؟ لانه عالم اللعبة كان في الواقع صورة ثنائية الابعاد يتنقل حوالينها شخصية اللعبة اللي هو كان ثلاثي الابعاد. وفي نسخة الريميك اللعبة بأكملها ثلاثية الأبعاد مع إعادة تصميم الشخصيات والبيئات. القتال تغير بشكل كبير مرة. في النسخة الأصلية كانت عبارة عن معركة تعتمد على الأدوار مقابل أي شخص كنت قاتله، يشبه نظام القتال حق فاينل فانتسي الكلاسيكي المشهور. أما في النسخة الجديدة القتال موجود في الوقت الفعلي، يعني ما في نظام أدوار، ولكنه لا يزال يحتفظ بشعور فاينل فانتسي القتالي واللي حنتكلم عنه بعدين في الفيديو. So what's Soldier Boy's deal? Is he one of us now? He's got balls, this, what was his name again? Cloud. Cloud Strife. Right. And he isn't a soldier anymore. ترتبط قصة اللعبة الأصلية ونسخة الريميك ارتباط قوي، ولكن في النسخة الجديدة تم توسيع العلاقات بين الشخصيات وتم إضافة الكثير من المهمات الجانبية عشان تخلي اللاعب يندمج ويغوص في عالم اللعبة بشكل أفضل، وطبعا ده يزود من واقعية اللعبة نوعا ما. في نسخة الريميك زي ما قلنا أول اللعبة توسعت بشكل أكبر عن النسخة الأصلية، يعني اللعبة اتصممت على محرك أجدد وأقوى من سابقتها، رسومات جميلة مرة بالإضافة لنظام قتال جديد. الرسومات الجديدة بينت البيئات القديمة بشكل جميل جدا وجديد، وبيئات أصلية متعاد تخيلها، وكلها مدموجة بإضاءة تخلي اللاعب يندمج أكثر في اللعبة، تخليه يفتكر ذكريات الماضي بشكل أفضل. نظام القتال زي ما قلنا أتغير عن نظام الأدوار اللي كان معروفة به السلسلة، وتغير لي نظام القتال الفعلي، وصار يشبه شبه كبير نوع الهاكن سلاش، ويمكن للاعبين انهم يركزوا على عدو واحد ويطلقوا مجموعة من الضربات القاتلة والهجمات المتشعبة، ويقدروا يستخدموا كمان ضربات كلاود السحرية. وكمان تقدر تبدل بين الشخصيات خلال الفايتس اذا كنت تبغى تلعب بيهم بدل عن كلاود، يعني مثلا اذا شفت لهم افضلية في الفوز على الخصم. وتعطيك اللعبة الامكانية انك تختار في البارتي حق الفايتس حقك تجيب اللي تبغاه من شخصيات، يا اما انك تختار الشخصيات المفضلة ليك عشان يساعدوك، او ببساطة تستفيد من هجومهم القوي او حتى سحرهم، فالقرار متروك لك انت كلاعب. وعلى العكس اول صار سرد قصة اللعبة افضل من خلال المشاهد الجديدة العميقة بفضل التقدم التكنولوجي لمحرك اللعبة، فتم توسيع القصة زي ما قلنا اول بمشاهد اضافية تشرح القصة بزيادة وتشرح قصص وتاريخ الشخصيات، وطبعا كمان المهمات الجانبية توسعت كمان وزادت عمق للعبة. مفتاح الفوز في الفايتس هو انك كيف تدير الموارد اللي معك بذكاء. حاول دائما انك تشيك على الهيلث حق الشخصية اللي بتلعب بيها بالاضافة لعداد الام بي، واذا خلص احد فيهم فممكن انت تكون في مشكلة كبيرة. الهيلث هو عداد الحياة حقك، بمجرد وصوله للصفر ما تقدر الشخصية ترجع للحياة الين يخلص الفايت الا لو احد الشخصيات الثانية احياك، وتقدر تزود عداد الهيلث اما بالجرعات او بالسحر. الام بي هو عداد القوة السحرية وهو اللي يخليك تقدر تلقي التعاويذ، بعض الاحيان تكون بعض التعاويذ هي الشيء الوحيد اللي يقدر يدمج نوع معين من الاعداء، في حين ان الشخصيات اللي معاك احيانا يكون معاهم تعويذة تزود لك الهيلث او تقدر تعطيها لاي عضو في الفريق، وكمان الام بي مع الوقت يزيد لحاله او حتى باستخدامك تعويذة معينة. Yeah.
المفتاح لفوزك في معارك كبيرة هو انك تملي عداد الضغط على الاعداء عشان يدخلوا في حالة تجميد، فلما يتجمدوا الضربات اللي حتجيهم تنقص من حياتهم اكثر عن اول. كمان الاعداء اللي يتجمدوا ما يقدروا يهاجموا، وهذا معناه انك ما حتقدر تموت، فهذه تعتبر واحدة من افضل الطرق اللي حتخليك تتجنب الضرر. عداد الاي تي بي هو عداد يتملى بسرعة وموجود عند كل عضو في الفريق، ويتملى العداد لما تهاجم العدو وتقدر من خلاله انك تشن هجمات قوية او شعوذات. وكمان لما ما توقف هجمات وتخليها متسلسلة الضرر اللي حيجيهم كبير مرة، وهو امر ضروري لما تكون بتحاول تضغط على عدو وهو متجمد. فبين اللعبتين الاصلية والريميك 23 سنة من العاب فاينل فانتسي، والريميك جاب لنا اشياء حلوة واضاف لنا تحسينات كثيرة. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من عالم بلاي ستيشن. كان معاكم يوسف رزق، مع السلامة. من أجل اللاعبين.